كريم البدري باحث مصري أمريكي يحدد موقع أقرب ثقب أسود من الشمس. محتلون يستخدمون منصة تيك توك لبيع الحلم الأمريكي واستغلال المهاجرين. المغرب يسعى لبناء منطقة صناعية خاصة بالألعاب الإلكترونية. برنامج اليوم مع لين البوديري وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم على الحره. وصباح التفاؤل والامل يا لين. صباح الخير عليك. صباح النور يا باسل. سنبدا هذه الحلقه من الفضاء، والفضاء كما نعرف مليء بالاسرار والامور الغامضه التي يحاول العلماء اكتشافها حتى هذه اللحظه. من ابرز اسرار الكون ما يعرف بالثقوب السوداء، وهي اجسام فلكيه يفوق عمرها ملايين السنين، ولديها قوى غريبه وغامضه تستطيع من خلالها ابتلاع أي شيء على الإطلاق يمر في طريقها. بالفعل باسل، هذه الثقوب يمكنها حرفيا ابتلاع كوكبنا ومجموعتنا الشمسية بالكامل في حال كانت في طريقها، ولكن لحسن حظنا أنه أقرب الثقوب السوداء يبعد مسافة كبيرة عنا، على الرغم من أنه الكون يضم مليارات الثقوب السوداء، إلا أنه نحن بعيدون جدا عن مراكز جذبها، وهو ما يحمينا من إمكانية سحب أي ثقب أسود لنا وابتلاعنا. ربنا يستر. في التقرير التالي سنتعرف مشاهدينا على الثقوب السوداء بشكل مبسط، ونعود الحديث عن عالم مصري أمريكي ساهم في اكتشاف مذهل في هذا المجال. كأنها وحوش كونية تسبح في الفضاء متسلحة بقوة كبيرة ولا متناهية من الجاذبية، هي الثقوب السوداء. تثير فضول الجميع، هواة العلوم وخبراء الفلك والفيزياء، كل يحاول حل ألغازها وكشف أسرارها الخفية. في الواقع هذه الأجسام الفلكية وفق توضيحات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ليست ثقوباً بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولكن أي شيء يقترب منها يختفي. لذلك تعرف الوكالة الثقب الأسود علمياً بأنه جسم فلكي يتواجد في مختلف المجرات منذ مليارات السنين، وهو يشكل أكبر قوة جذب كونية معروفة، ولا يمكن لأي شيء ولا حتى الضوء أن يفلت من هذه الثقوب أو يعبر خلالها، بمعنى أنه لو اقترب منها نجم أو أي جسم آخر ستجذبه وتبتلعه. لغرابتها وغموضها اكتسبت الثقوب السوداء أسماء مختلفة، فمنها ما يعرف بالنجمية، والتي يعتقد العلماء أنها تنشأ عندما ينطفئ نجم عملاق ويتقلص، وبعضها الآخر يعرف بالثقوب السوداء ذات الكتلة الهائلة، والتي تكون كتلتها توازي مليار مرة كتلة الشمس، ويصفها البعض بالمتوحشة لأنها تبتلع كل ما يأتي في طريقها. هذه الثقوب تتقن التخفي بامتياز، فلا يمكننا رؤيتها بالعين المجردة، وذلك لأنها تبتلع الضوء، وبالتالي فهو لا ينعكس منها فلا يمكننا مشاهدتها، ولكن العلماء يقومون برصدها عن طريق تتبع آثارها على الأجرام والأجسام الفلكية الأخرى، ومن ثم بناء صورة توضيحية لها، وهو ما تمكن العلماء من صنعه لأول مرة في التاريخ عام 2019 عندما التقطوا صورة ثقب أسود في مجرة العذراء، ومن ثم تمكنوا هذا العام من التقاط صورة أخرى لثقب أسود في مجرتنا درب التبانة باستخدام تلسكوب أفق الحدث. في كل مرة يكتشف فيها العلماء شيء جديد يؤكدون لنا أننا نجهل أكثر مما نعرف عن هذه الثقوب السوداء. وبينما يستمر البحث عن أسرارها، نجح مؤخرا فريق بحثي متخصص من جامعة هارفارد في الكشف عن موقع أحد أقرب الثقوب السوداء إلينا. هذا الإنجاز الفلكي والمثير قاده كريم البدري، الباحث الأمريكي الشاب من أصول مصرية. البدري هو عالم في الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد الأمريكية، وحاصل على الدكتوراه في الفيزياء الفلكية من جامعة كاليفورنيا. تمكن هو وفريقه البحثي من الكشف عن أقرب ثقب أسود إلى الشمس، والذي يبعد عنا حوالي 1500 سنة ضوئية. هذه البيانات توصل لها البدري وفريقه البحثي من خلال تحليل البيانات والمعلومات الواردة إلينا من مرصد غايا الفضائي الأوروبي. طبعا اكتشاف الثقب وتحديد مكانه استغرق نحو 10 سنوات، قام البدري وفريقه خلالها بدراسة أكثر من 168 ألف نجم من حولنا.
يعني بس البرنامج اليوم كان قد أجرى لقاء مع عالم الفلك المصري كريم البدري للحديث عن الثقوب السوداء في الفضاء. دعونا نتابع. أهم شيء بالنسبة لنا هو أننا نعتقد أننا لسنا في مكان مميز في المجرة، ولذا فالثقب الأسود الأقرب لنا هو النوع الأول الأكثر انتشاراً. نعتقد أن المجرة بها الكثير من الثقوب السوداء، عشرات وربما مئات الملايين منها، ولكن أغلبها تصعب رؤيته لأنها مظلمة ولا تصدر أي ضوء، ولذا حتى اللحظة لم نتمكن إلا من دراسة نسبة صغيرة من العدد الإجمالي للثقوب السوداء، وهي الثقوب التي تصدر ضوءاً لأنها تلتهم نجماً مصاحباً لها، ولذا الثقب الذي وجدناه أقرب بكثير من المعروفين لنا سابقاً ولا يصدر أي ضوء، وكان من الصعب إيجاده، ولهذا نعتقد أنه مثال للثقوب السوداء الأكثر انتشاراً مقارنة بالتي درسناها سابقاً. البحث الذي أقوم به مع فريقي بدأنا فيه منذ حوالي 4 أعوام. جربنا مجموعات بيانات وأساليب متعددة، ولم نكتشف أي شيء لحوالي 3.5 سنوات. تمكننا أخيراً من إيجاد هذا الثقب، ومن بعدها أصبح التقدم أسرع بكثير، فقمنا بنشر البحث والتحاليل في غضون 4 أشهر. ولكننا الآن في الأمطار الأخيرة فيما يتعلق بهذا النوع من الثقوب السوداء. علماء آخرون يبحثون عنها منذ أكثر من 50 عاماً من 60 القرن الماضي. أكبر حزمة بيانات هي تلك التي حصلنا عليها من قمر غايا الاصطناعي، وهو قمر تديره الوكالة الأوروبية للفضاء، يقيس مواقع النجوم في الفضاء بدقة عالية وتغيرها مع الوقت. أغلبية النجوم تتحرك في المجرة في خطوط مستقيمة، ولكن بعضها يسير في شكل دوائر صغيرة في الفضاء بسبب دورانه حول جسم مصاحب. البيانات التي حصلنا عليها من القمر الاصطناعي عن هذه الحركة الدائرية هو ما قادنا لاكتشاف هذا الثقب الأسود. نحن لا نرى الثقب الأسود، بل نرى النجم الذي يدور حوله والذي يحدث دوائر صغيرة في السماء. هذا يعطينا فكرة أفضل عن الثقوب السوداء الموجودة اليوم. حتى هذه اللحظة كان فقط باستطاعتنا رؤية عدد قليل منها، ونعتقد أنه الاكتشاف الأول في سلسلة طويلة من الاكتشافات المتعلقة بنفس النظام، وأنه بإمكاننا استخدام نفس التكنولوجيا التي استخدمناها هنا لإيجاد نجوم أخرى تدور حول ثقوب سوداء. بالنسبة للفوائد، من غير المحتمل أن يكون لهذا الاكتشاف أي تأثير مباشر لنا على كوكب الأرض. هذه الثقوب أبعد بكثير من أن نتفاعل معها أو نحصل على أي شيء منها. والثقوب السوداء من أصعب ما يمكن دراسته، لأنها لا تصدر أي ضوء، فيمكنك أن تغفلها بسهولة وأن تعتقد أنها غير موجودة على الإطلاق، ولكن في النهاية لها تأثيرات خفيفة على الأجسام الأخرى من خلال جاذبيتها، وهذا ما نقوم بدراسته. لدينا فريق كبير، تقريبا 20 شخصا، والكثيرون منهم متخصصون في مراقبة النجوم في الثقب الأسود باستخدام تلسكوب واحد أو أكثر. من بداية التركيز على هذا الهدف ونشرنا بحوثنا، كنا نراقب بالتلسكوب تقريبا كل ليلة لأشهر عديدة، واحتجنا للعديد من أنواع التلسكوبات في أماكن عديدة حول العالم للقيام بهذا، كما توجد معدات مختلفة لهم لكي نتلقى رؤية مختلفة أو جودة صورة مختلفة. البعض يهتم بالأشعة فوق البنفسجية أو بالأشعة تحت الحمراء أو الأشعة السينية، والكثير من الأعضاء في فريقنا يتحكمون في تلسكوبات مختلفة ويجمعون المعلومات عنها، وهناك أعضاء آخرون مهتمون بترجمة البيانات وإنتاجها، ويحاولون فهم كيفية إنتاج ثقب أسود ونجوم من هذا النوع في هذا النظام، وآخرون يرون أنهم اكتشفوا ثقباً مثل هذا، فما الذي من الممكن أن يكتشفوه بعد؟ كل الثقوب السوداء التي نعرفها إلى الآن من هذا النوع هي ما نسميها بثنائية الأشعة السينية، ما يعني أنهم ينتجون مقداراً كبيراً من الأشعة السينية. فإذا نظرت عبر تلسكوب أشعة سينية، هذه الثقوب جداً لامعة، وهذا لأنهم في خضم ابتلاع نجوم آخرين يحومون حولها، ولكن الثقوب التي وجدناها ليست كذلك. وجدنا ثقوباً سوداء جداً مظلمة ولا تنتج أي ضوء أو أشعة سينية،
هناك نجوم تحوم حولها، ولكن النجوم على مسافة بعيدة من بعضها، فلذلك الثقب الأسود لا يلتهم ولا ينتج أي ضوء. ومن الصعب إيجاد النوع المضيء من الثقوب السوداء، لأنه لا يمكن فقط استخدام تلسكوب الأشعة السينية والبحث عن أشعة سينية مضيئة، لكن يجب الاتكال على كل العوامل الأخرى. ولكننا نعتقد أنه رغم أن مثل هذه الثقوب من الصعب إيجادها، فهي متعارف عليها أكثر من التي اكتشفناها سابقاً. نعم، مثل ما أشرت، بقينا نبحث لسنوات عدة ولم نجد شيئاً، فبقينا نجرب طرقاً كثيرة ومتنوعة، إلى أن وصلنا إلى الاكتشاف الأكبر والأخير باستخدام بيانات قمر جايا الاصطناعي، الذي يستطيع دراسة أكبر عدد من النجوم. حتى عندما تحصلنا على هذه البيانات، كان يجب أن نقوم بدراستنا ومتابعتنا الخاصة باستخدام تلسكوب على الأرض. وطبعاً واجهنا الكثير من التحديات أيضاً، لأن دراسة الفلك تحدث فقط في الليل، وإذا أردت الدراسة باستخدام التلسكوب، يجب أن تقدم طلباً لاستخدامه فقط لليلة واحدة. يجب أن تقدم الطلب قبل 6 أشهر أو سنة مقدماً. لهذا طلبنا التلسكوب لمدة 3 أسابيع فوراً بعد نشر بيانات جايا، وصادف أن كان هناك عاصفة ثلجية في موقع التلسكوب، ففقدنا 3 أسابيع التي حجزناها كوقت للاستخدام. ولكن لحسن الحظ، تمكننا من التقدم بطلب آخر لتلسكوب آخر في آخر لحظة كإجراء عاجل لنتمكن من الدراسة في وقت سريع. طبعا إنجاز علمي مهم جدا، والأهم بالنسبة لنا كعرب أنه اللي قام أو اللي شارك في هذا الاكتشاف هو شاب من أصول عربية، أتيحت له الفرصة، قدر له أن يكون جزء من هذا الاكتشاف، لأنه أمريكا والولايات المتحدة في النهاية هي كما يعرف أرض الفرص. ولكن الحلم الأمريكي في بعض الأحيان مشاهدينا يستخدم كطعم الاحتيال على بعض الأشخاص. بعد قليل سنتعرف على أساليب هذا النوع من الاحتيال بالتحديد عبر التيك توك، وكيف يتم استغلال الناس لبيع الحلم الأمريكي وتضليل المهاجرين. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تزيد الضغوطات على منصة تيك توك الترفيهية على المستوى العالمي، نظرا لما تحتويه المنصة من محتوى قد يضر بالحرية الشخصية وحتى الأمن القومي والسلامة العامة. بالفعل يلين، يعني يحذر خبراء اليوم من تزايد أنشطة مهربي البشر الذين يستغلون المهاجرين الباحثين عن الحلم الأمريكي على منصة تيك توك، حيث ارتفعت مؤخرا وبشكل واضح أعداد الحسابات التي تعمل على تهريب البشر بحسب تحقيق لصحيفة الجارديان. أيضا لفتت الصحيفة إلى أن التفاعلات مع المنشورات عبر المنصة لا تدل فقط على أنها مقتصرة على عرض الفيديوهات لتلك الحسابات، وأظهرت أن التدقيق في أكثر من 50 حساب يشير إلى أن معظم المعلقين طلبوا المزيد من المعلومات للهجرة إلى الولايات المتحدة. دعونا الآن نلقي نظرة على بعض فيديوهات ترويج الهجرة غير الشرعية من الإكوادور إلى الولايات المتحدة، والتي يسوق لها عبر منصة تيك توك. ما هي خطورة هذا الموضوع وكيف يفسر؟ الأجوبة ربما لدى البروفيسور في السوشيال ميديا في جامعة جنوب كاليفورنيا دكتور كارين نورث في هذا الحوار. لحسن الحظ أو سوء الحظ، فإن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تصل إلى أناس بطريقة لم نشهدها من قبل، ويمكن أن تجذب الناس بطرق خاصة جداً. فهؤلاء الناس الذين يبحثون عن أشخاص مهتمين بالهجرة وهم بائسون يريدون هجرة بلدهم، من السهل جداً على المحتلين أن يستخدموا منصات عدة من وسائل التواصل ليورطوهم بطرق مباشرة ويستغلوا نقاط ضعفهم. نحن هنا لنتوجه إلى من هم بحاجة لمعلوماتنا الضرورية.
الفرق بين وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي أنه عبر وسائل التواصل يمكن استخدام كل البيانات التي يتم جمعها واستهداف الناس من خلال اهتماماتهم وتركيباتهم السكانية وعوامل عدة، ويمكن إرسال أكثر الرسائل جاذبية وإبهاراً للأفراد انطلاقاً من هذه المعلومات. يتتبعون اهتماماتنا، سلوكنا، شغفنا، عمليات صرفنا للأموال، أماكن تواجدنا، فيرتكزون على كل هذه العوامل ليصمموا دعوتهم التي تعتبر الأكثر جاذبية لنا. للأسف، إذا ما أردت اختيار المنصة الأكثر قابلية لتنفيذ ضروب الاحتيال على الأشخاص، فسأختار تيك توك. تيك توك يجمع معلومات عن الأفراد، يجمع بيانات لم نشهدها عبر التاريخ، ويستخدم هذه البيانات وكل الروابط الآتية معها من أجل نشر دعوات ورسائل أو مشاركة معلومات بطريقة قوية جداً. إذن بالنسبة للناس الذين يبحثون عن الحلم الأمريكي أو من هم بائسون ويبحثون عن من يرفعهم من بؤسهم، تيك توك هي المنصة التي يمكن أن تجد هؤلاء الأشخاص وتجد معهم الطريقة الفضلة لتوريطهم والتحكم بعواطفهم وجعل رسالتها تبدو كالجواب الأفضل على تساؤلاتهم والأقرب إلى الحقيقة. السر في تيك توك أنه يجمع معلومات أكثر من أي منصة أخرى، ويستخدم هذه المعلومات ليستهدفنا. والأمر الآخر هو أن هذه المنصة مصممة بتركيبتها لمشاركة هذه المعلومات بطريقة تشعر الناس بأنهم ينتمون إلى فئات من الناس تبحث عن الأمور نفسها. فهناك أمر اكتشفناه في وسائل التواصل وعمليات الإقناع التي تعمل عليها، تماماً كدعايات الانتخابات وجهود الإقناع التي ترافقها، وهي أن الناس يمكن أن يكونوا مشككين أحياناً، ولكن عندما يبدأون برؤية المعلومات التي أعطوها تعود إليهم بطرق مختلفة، يشعرون حينها بأن هذا حقيقي، لأن أناساً كثيرين آخرين غيرهم لديهم المشاعر نفسها. فما يحصل مع تيك توك أن أحدهم يتلقى دعوة مغرية مثل أعطنا مالك فنحل مشكلتك أو نأخذك إلى أمريكا. فهنا قد يكون هذا الشخص مشككاً في البداية، ولكن عندما يرى الأمر يحدث بالفعل مع أناس آخرين بطرق أخرى، وأحياناً يراها عبر الإنترنت مثل أمازون أو حتى عبر نشرات الأخبار، يقول في نفسه: نعم، ما رأيته عبر تيك توك حقيقي، لأنني أراه الآن من مصادر مختلفة. إذن الناس يصدقون الرسالة أكثر فأكثر حينما كثيرون غيرهم يصدقونها، ولكن أحياناً هذه الرسالة تكون مفبركة وآتية من مصدر واحد، ويتم إرسالها بطريقة مقصودة مرات عدة وبوسائل مختلفة لتبدو بأنها معتمدة جماعياً. خبراء كثر يعتقدون أن تيك توك هو الأكثر خطورة من ناحية حماية الخصوصية، ويدور جدال حالياً حول هذا الموضوع، حيث أن إدارة تيك توك تجيب على هذا الاعتقاد قائلة بأنها وظفت فريقاً أمريكياً ليدير تيك توك من الولايات المتحدة. ولكن الواقع يقول بأنك عندما تحمل تطبيقاً عائداً لشركة من دولة مختلفة، عليك أن تعرف أن هذا التطبيق يتبع قوانين وأنظمة الدولة الأولى وليس الدولة التي تستخدمه فيها. فتيك توك هو تطبيق صيني، والصين تتلقى الكثير من الطلبات لجمع بيانات واستخدامها. في المقابل، الولايات المتحدة تقول بأن هذه البيانات لا يمكن جمعها ولا يمكن استخدامها. للحقيقة، نحن قلقون حيال تيك توك، لأنه يأتي في مكان يعتبر جمع المعلومات وتقديمها هو القاعدة. أعتقد أن الجواب الأفضل على هذا السؤال هو استخدام استعارة كيف تحمي نفسك في العالم الواقعي، وكيف تحمي أطفالك في العالم الواقعي. وجميعنا وعينا على مخاطر كثيرة حولنا، وبصراحة لا يمكنك أن تدرك مدى خطورة العالم
حتى تنجب أطفالاً. نحن نلقن الناس كيف يجب أن يكونوا حذرين عندما يعبرون الشارع، ونقول لهم بأن لا يثقوا بأن سائق السيارة سيتوقف حتى لو رآهم يعبرون خط المرة. أيضاً لا تثق كلياً بكل من يتحدث إليك، لا تركب السيارة مع شخص لا تعرفه. يجب أن نأخذ كل هذه الأمثلة كاستعارات ونستخدمها في العالم الرقمي، لأنك عندما تعطي مالك وتذهب مع عائلتك للقاء شخص عرفته عبر الإنترنت، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه شخص غريب يمكن أن يتحرش بك من سيارته أو باصه في الشارع. باختصار، إذا كنت لا تعرف هذا الشخص يجب ألا تثق به، والأمر مماثل رقمياً. يجب أن تتعلم كيف تعبر الطريق بأمان في العالم الرقمي. تحتاج لأن تعلم نفسك وعائلتك كيف تنظرون بالاتجاهين، ولا تركبون سيارة مع شخص مجهول سواء واقعياً أو افتراضياً. والنصيحة الفضلى للناس هي: كونوا مشككين ولا تصدقوا أي أمر كان، لا تثقوا بهؤلاء الأشخاص. وإذا أردتم أن تحظوا بوظيفة أو تشاركوا بمهمة ما بعيد تلقيكم رسالة مغرية، يجب أن تتأكدوا من كل ذلك بطريقة أخرى أكثر أماناً مما بدت عليه عبر منصة تيك توك. حديثنا الآن عن سوق طموحة غير تقليدية تنمو بخطى متسارعة وتطورت مع تطور التكنولوجيا، واستفادت كثيراً من صعود مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية إلى حد كبير. ما وصفته للتو هو سوق أو هي سوق الألعاب الإلكترونية التي شهدت تحولاً كبيراً وقفزات عملاقة خلال العقد الماضي. بالفعل باسل، هذا السوق وفق موقع شركة الوسائط الأمريكية بزنس إنسايدر اختلفت كلياً عن شكلها السابق، فقد نقل المطورون نوعية المحتوى والتجربة إلى مستوى جديد، حيث كانت الألعاب تركز سابقاً على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التحكم الخاصة بالألعاب. ولكن كما ذكرنا، دخول الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة على معادلة هذه السوق غير نظرتنا تماماً لكيفية الوصول إلى هذه الألعاب وتشغيلها. إذن لنتعرف أكثر على هذا المجال وأبرز ملامح عالم الألعاب الإلكترونية، إذ يوثق موقع World Economic Forum ما يلي بأنه حجم السوق بداية بلغ نحو 184 مليار دولار في عام 2021. أيضا من المتوقع أن يصل لنحو 314 مليار بحلول عام 2027. سابقا شكلت ألعاب الفيديو 6% فقط من الإنفاق العالمي في قطاع الترفيه، ولكن بحلول عام 2026 من المتوقع أن تحصل على حصة تقارب 11% من قيمة الإنفاق، حيث وثقت مختلف المنصات انضمام ملايين اللاعبين للجدد خلال فترة الجائحة. وفي نفس هذا السياق، يعتزم المغرب اليوم بناء منطقة صناعية خاصة بالألعاب الإلكترونية في العاصمة الرباط لاستقطاب الشركات العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق إيرادات يرجح أن تبلغ نصف مليار دولار بحلول العام 2027، وهو ما سيجعل المغرب منصة رائدة في صناعة ألعاب الفيديو إفريقياً. صحيح، محمد الخو يعمل في مجال تصميم ألعاب الفيديو، انتقل بموهبته إلى مستوى آخر عبر إنشاء تطبيقات إلكترونية وألعاب فيديو موجهة للأطفال برسائل تحث على التسامح والتقبل الآخر، كما وتغرس في مستعمليها قيما إنسانية رفيعة. لهذا يقول بأنه ألعاب الفيديو ليست فقط فرجة أو ترفيه، بل قد تلعب دورا تربويا هاما. نتابع. حب الألعاب هو بدأ من طفولة، يعني كانت ألعاب تقليدية، ومع التطور ديال الموهبات الرسم عندي بالموازاة ديالها بديت كنهتم بالتطور تاع الألعاب، ودابا ملي ولات رقمية لقيت بلاصتي كرسام باش نخدم في هذا المجال صناعة الألعاب فيديو بالتصميم ديال الشخصيات. الوقت تقريبا يومي الاشتغال ديالي كله ديجيتال بحاسوب، كنواكبوا المتطلبات العصر، ودابا التصميمات ديالي كان اغلب التصميمات اللي كنديرها خلال الحاسوب.
في تكريس ديال القيم الإنسانية كنشوف بأن ألعاب الفيديو هي واحد الثقافة ضرورية لتكريس ديال هاد القيم من خلال إنتاج ديال هاد الألعاب الموجهة للطفل تكون إدوكاتيف يعني تعليمية وتثقيفية وغادي تكون غيكون عندها دور كبير في بناء ديال الشخصية ديال الطفل. انا كيف قلت ان بان كنشتغل كرسام يعني معيه الفريق في الرابطه المحمديه العامة خصوصا عندنا فريق كيشتغل على البروغراماسيون يعني البرمجه ديال الالعاب وانا من الدراري اللي كنرسموا لي زاليمون ديك العناصر اللي كتحتاج في البرمجه واللي هي الرسوم كنهضر هنا على الشخصيات وعلى الخلفيات. صراحة هو التحدي ديال السوق كاين مشكل كبير ديال الإنتاج حاليا عندنا طموح كبير درنا تجارب زوينة ولكن التطور ديالها راهين بالإنتاج كنتمنى تكون عندنا ظروف مزيانة باش نحققوا داكشي اللي كيدور لنا في الراس كاين أفكار جميلة إن شاء الله ومستقبل إن شاء الله غادي نتحقق. أنا من السعداء بالمشروع اللي طرحته مؤخراً وزارة ديال الثقافة بناء ديال ذاك المجمع صناعة الألعاب الفيديو. هذه بادرة غادي تضم وغادي تحتضن مجموعة ديال الطاقات على مستوى الرسامين وعلى مستوى الناس اللي كيديروا البرمجة باش تكون هاد الكولابوراسيون التعاون بينهم وبين هاد المبدعين باش تكون عندنا محتوى 100% 100% مغربي موجه للسوق وغادي يساهم كيف قلت في لعدة مستويات خاصة التعليمية والتثقيفية في المدرسة. دونك هذه كنعتبرها فرصة لي أنا كواحد من المهتمين بالمجال نقدر نقدم اقتراحات لهذه الجهة اللي دائما كان عندنا سؤال هو سؤال الإنتاج. دابا هذه جهة غادي تكون منتجة وأنا بدوري غادي نقدم مقترحات إن شاء الله تكون عن حسن الظن ويتحققوا هذه المشاريع أرض الواقع. مستقبل صانع الألعاب في المغرب هو رهين بالسوق والإنتاج يعني حاليا كاين مجموعة ديال الطاقات كثيرة كتسنى فرص وعندها مشاريع تقدمها دونك المستقبل رهين بالإنتاج وهي دعوة للناس المهتمين اللي قادرين يغطيوا هذا الشق هذا الإنتاج أنهم يتواصلوا معنا باش نقدروا نحققوا هذه الأحلام وهذه المشاريع ونحطوها على أرض الواقع ويكون عندنا احنا لا تشعنا في هذا المجال على المستوى العالمي. صراحة الطموح ديالي هو تكون عندنا واحد اللعبة خصوصا في كرة القدم ديال المنتخب الوطني المغربي وهذا هو حلم لأن هذه مواهب أبار الراس ملكشي من المواهب اللي كنت أنا كنمارسها في صغر كرة القدم وتهي بغيت نجرها لهذا المجال الألعاب فيديو. كنتمنى إن شاء الله نكون ضمن شي فريق كبير مستقبلا في المغرب نقوم على إنتاج لعبة في كرة القدم خاصة بالمغرب وتكون ديال سميتو ديال البطولة الاحترافية ديالنا. أهلا بكم من جديد. حتى بفن الرسم وداخل اللوحات تبحث الفنانات التشكيليات العربيات عن هويتهن وفضاءاتهن الرحبة لترتحن وتستوطن. والثيمة أو الموضوع الذي يغلب على معظم أعمالهن الفنية أو لوحاتهن أو إبداعاتهن حتى الأخرى هي ثيمة المرأة ومكانها ومكانتها في العالم وهويتها ورؤيتها أيضا لما يحدث في محيطها ومن حولها. بالفعل إذن لدى التشكيليات العربيات وبحسب موقع كارنيجي أفكار مشتركة تسكن معظمهن في الوطن العربي وتظهر بفنهن وبالرسائل اللي يقصدن إيصالها عبر رسوماتهن وموضوعاتهن الأساسية التي يختزنها. وثبت في النهاية أن القواسم المشتركة فيما بينهن عديدة وتجلت من خلال إجابات بعض الفنانات التشكيليات من دول عربية عدة في أسئلة وجهت لهن ونشرها موقع كارنيجي. دعونا نتابع هذا التقرير. ما هو الموضوع الأساس أو الثيمة التي تطغى على أغلب أعمالك؟ وما الذي تريدين التعبير عنه؟
سؤال من بين أسئلة أخرى وجهت لعدد من الفنانات التشكيليات في دول عربية مختلفة، وجاءت الإجابات كما نقلها موقع كارنيجي بمثابة المؤشر الواضح لما يجول في رأسهن من أفكار وهواجس مشتركة. وقالت كل التشكيليات تقريبا بأن المرأة وما يتعلق بكينونتها كأنثى وهويتها الخاصة والرموز المتعلقة بها كانت أفكارا ألهمت الكثير من أعمالهن. وبالنسبة للموضوع الأساس في أعمالهن فهو الدعوة للسلام والتعايش ورفض الحرب، وأيضا التعبير عن المعاناة اليومية للأمهات ورفض العنف ضد المرأة، كون النساء والفتيات مصدر إلهامهن الرئيسي كما جاء رد الأغلبية منهن، ومحاولة إعادة المرأة إلى حيث تنتمي في العالم ورسم النساء عبر التاريخ حتى المستقبل. وكثيرات منهن قلن بأن المرأة قضيتهن الأكبر لأن الحرية مقيدة. إذن أغلبية التشكيليات العربيات جاءت إجابتهن لتدل على الحرية المقيدة، ومنهن من أشرنا إلى كيفية إعادة صياغة المرأة الحرة الجريئة الفاعلة ومكتملة الأنوثة، كون المرأة العربية تحيا بين ألغام الرقابة والتهميش والعنف الممارس عليها بحسب رأيهن، فهل خطوطهن وألوانهن قادرة على ذلك؟ سنتحدث الآن عن الفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي، التي تعتبر أن قريناتها في العالم العربي يتعرضن لضغوط أكبر من تلك التي يواجهها الرجال بسبب طبيعة المجتمعات العربية. بالفعل ترى أحلام بأنه الفن كغيره من التخصصات لا يفرق بين الذكر والأنثى، لكن الأعمال الفنية الأنثوية أكثر سلاسة وانسيابية ورقة من الذكورية الأكثر جرأة وصراحة. دعونا نتابع بعضا من رسوماتها لنحاورها بعدها عن فنها. نتابع. إذن دعونا نرحب بالفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي. صباح الخير عليك أحلام. يعني رسمتي جداريات كبرى، صممتي مجموعات أدبية وغيرها، وجئتي من عالم العلاج الفيزيائي لعالم كله أحاسيس وجمال. يعني شو الأساسيات بالتحديد اللي في لوحاتك، وهل المرأة وهمومها هو هاجسك الأكبر فنياً؟ صباح الخير القناة الحرة. طبعاً بالنسبة للأعمال أستوحي أعمالي عادة من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية. المحبة هي أساس الثيم في أعمالي. إحنا في رسالتنا كفنانة أدعو إلى نشر المحبة والسلام من خلال اللوحات. المحبة، الحب هو الأساس تكوين أجيال وتكوين عالم جميل، عالم مفعم بالجمال والأحاسيس الجميلة بعيد عن الحروب والدمار اللي من حولنا. طيب هل تتفقي مع ما نشره موقع كارنيجي ما يفيد بأن المرأة ومكانها في العالم وهويتها ورؤيتها لما يحدث في محيطها هي التيمة التي تغلب على معظم أعمال التشكيليات العربيات في لوحاتهن، ولماذا في رأيك أيضا؟ هو بسبب طبعا أتفق إلى حد كبير مع هذا الإحصائية، بسبب أنه المرأة تعاني من لدينا في يعني في المجتمعات العربية بتعاني من ضغوط كثيرة، منها ضغوط العادات والتقاليد، ضغوط القيود المفروضة عليها بشكل عام، أيضا قيود اللي هو الأسرة وإجبار المرأة أحيانا على إنجاب المزيد والمزيد من الأبناء وضغوط زيادة في حولها. فهذه الأمور كلها، الضغوط هذه بتشكل عبء على المرأة، وأكيد أنها حتفرغ طاقاتها كلها من خلال أعمال التشكيلية. طيب أحلام، بتقولي أنه حضور الرجل في أعمالك الفنية بيجي يعني يا بمثابة الجزء المكمل للطرف الآخر، أو بيظهر كالسراب اللي تحلم به المرأة وتظل تبحث عنه. هل هذا يعني أنه الرجل كما تحب المرأة فعليا وترتاح إليه غير موجود واقعيا؟ هو الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى دقة وإلى موضوعية، لأنه التعميم صعب أحيانا.
أي مكان لا يخلو من شخصيات رائعة ومميزة وتفي بالحقوق وتوفر العاطفة وتوفر الجو الجميل، لكن بشكل عام بسبب الضغوط اليومية، بسبب العولمة، تزايد الضغوط الأسرية والحروب أحياناً والوضع الاقتصادي في معظم الدول أثر على العواطف والمشاعر والأحاسيس، فصار أنه نفتقد لهذه المشاعر الإنسانية الجميلة، وإحنا كفنانين نحاول نحارب هذا الشيء، نحاول أنه ندعو إلى نشر ثقافة المحبة والشاعرية والجمال، نرتقي بالأمم من خلال الفن، دعوة للمحبة، دعوة للعاطفة، الرجل مكمل للمرأة بالتأكيد، وأعتبره أساسي في اللوحة طبعاً، لأنه طاقة الين واليانغ ضرورية لإحداث التوازن في المجتمعات، فإحنا بحاجة إلى طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة لإحداث التوازن، وإحساس إنه طبعاً ما تكون الحياة كلها شغل وضغوط يومية، ولا تكون كلها عواطف وهدوء وسكينة، فإحنا نحتاج إلى المزج بين هذه الطاقتين. طيب أحلام، أنت اليوم كفنانة تشكيلية سعودية لأي مدى تستطيعين ممارسة حريتك الإنسانية والفنية في لوحاتك؟ كما نعلم أنت يعني المرأة حاضرة عندك بكل صفاتها وجوانبها بقوة في لوحاتك، ولكن هل هذا النوع من الحرية موجود؟ بالتأكيد أنه في إحنا الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية حدثت نقلة كبيرة يعني بخصوص الحريات وبخصوص الانفتاح ووضع المرأة، فكثير هذه القفزة شكلت يعني لدينا راحة أكبر في التعبير عن ما نواجهه يعني من مشاعر وأحاسيس وكذا، ونقدر نعبر بطريقة بأريحية، فهذا الشيء خدمنا كثير. طبعا في السابق كنت بواجه معاناة أنه يعتبروا البعض يعتبر أعمالي فيها جرأة، مع أنه أنا ما بشوف أنه فيها جرأة، يعني التعبير عن العواطف هذه موجودة في الشعر، في الأدب، موجودة في على جميع الأصعدة يعني. فبالنسبة للتعبير عن العواطف هذه كانوا يعتبروها جرأة، حتى بعض الفنانين نفسهم يهاجموا هذا النوع من الفن، يعني متعودين على الفن التقليدي، فن التراثي، فن الرسم الواقعي وكذا، أنه ما في خروج عن المألوف. فواجهت صعوبات في البداية، لكن الآن الفترة الأخيرة صار في انفتاح كبير والله الحمد يعني، وصرنا أكثر في حتى إجازة الأعمال صارت بشكل سهل جدا، ونتمنى أنه هذا الشيء بيعتبر دافع للفنانين أنه ينطلقوا أكثر. الحريات بتطور من الشعوب. طب شو أبرز هواجسك كمرأة عربية سعودية تحديدا بدأت يعني بالتعبير في عالم جديد نوعا ما وفضاءات جديدة مقبلة؟ هو في هاجسين طبعا، على الصعيد الداخلي أتمنى كثير أنه التطور والانفتاح اللي نراه، التطور يكون بالمقام الأول في مجال التعليم، سواء التعليم العام أو التعليم العالي، لأنه التعليم هو المرتكز الأساسي لتطوير المجتمعات. إحنا بحاجة مثلاً على سبيل المثال في المجال الفني نحتاج إلى نقاد على مستوى، نحتاج على فنانين على مستوى عالي من الاحترافية، فهذا الشيء مهم جداً التعليم. على المستوى العالمي أنا أتمنى دائماً هاجسي أنه خدمة المجتمعات، خدمة الناس يعني بخصوص الفقر والحروب والدمار، إحنا رسالتنا في الفن نشر المحبة والسلام، فإحنا نتمنى أنه دائما عملنا يكون لخدمة الإنسانية. جميل. طيب كيف تصفين أنت لوحاتك وألوانها؟ هل ترينها متفائلة؟ ما هي الرسالة التي تقولها لوحاتك عن المرأة بالضبط؟ هي بشكل عام الأعمال دائما يعني أدعو إلى المحبة والتفاؤل، الحب مرادف للحياة والحياة مرادف للحب، فالحياة مرادفها أنه اللوحة تضج بالألوان،
فيها متعة، لعبة الألوان والكم الألوان الموجود في اللوحة يعبر عن الحيوية والجمال. فأيضا بالنسبة لللوحات يعني أكثر شيء يغلب عليها الألوان الصارخة، بالذات اللون الأحمر ممكن أنه يرمز للعاطفة، وأيضا في الأعمال عادة تدعو إلى العاطفة والمحبة والشاعرية. طيب أحلام، شو بتوجه رسالة للفنانات التشكيليات اللي في بداية الطريق؟ طبعا أول شيء الثقافة والاطلاع، هذا النقطة الأولى، اللبنة الأولى لتأسيس فن قوي في أي مجال، يعني مو شرط الفن التشكيلي، لكن أي إنسان مبتدئ الشغف طبعا في المقام الأول، أيضا الشغف مهم جدا بالشيء، يعني الشغف مرادف للهوس، أنه الفنان دائما يكون في حالة حب للفن وممارسة دائمة، الدخول في تجارب عدة، الاطلاع والسفر، اطلاع على متاحف ومعارض مختلفة ولقاء الفنانين والنقاش معهم، كل هذا حيثري الفكر. إذا الفنان كان عنده ثراء فكري حيقدر أنه يطلع أعمال جميلة وخالدة. في النهاية أشكرك وطبعا أتمنى لك كل التوفيق في مشوارك ومسيرتك الفنية، الفنانة التشكيلية السعودية أحلام المشهدي، شكرا جزيلا لك. أريد منكم الآن أن تتخيلوا أنفسكم في مكان عام، في مكان العمل، في صالة الانتظار، في عيادة الطبيب، في مكان من المفترض أنه هادئ نسبيا، وفجأة يكسر هذا الصمت صوت شخص يمضغ الطعام بصوت مسموع بجانبك، أو شخص يحرك قلم بشكل أيضا مستمر ومسموع، أو يطرق على قطعة معدنية بشكل متكرر، كيف يؤثر عليك هذا الصوت؟ هل يضغط على أعصابك؟ وربما إن استمر لفترة طويلة قد يحولك لشخص عدائي يريد إيقاف هذا الصوت بأي شكل أو طريقة؟ يعني إذا كان هذا ما يحدث فعليا فغالبا أنت مصاب بالميزوفونيا أو ما يعرف بمتلازمة حساسية الصوت الانتقائية، هو اضطراب يبدأ ظهوره وفق ميديكال نيوز توداي في مرحلة الطفولة، عادة ما يستمر لطيلة حياة الشخص وتزداد أعراضه مع الإجهاد والتعب والجوع. في المقطع التالي يلين سنتعرف على أبرز الحقائق والمعلومات حول هذا الاضطراب بحسب معهد ميزوفونيا. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور تامر متولي، استشاري الأمراض النفسية. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور تامر. يعني في البداية، من أين تنشأ هذه المتلازمة، متلازمة الاستياء الشديد من الأصوات المتكررة بالتحديد؟ هل لها من أسباب معروفة؟ صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة متلازمة الميزوفونيا الأول محتاجين نفرق ما بينها وما بين الاستياء العام من الدوشة، يعني لو في جنبي دوشة، لو في شيء مبالغ فيه، ما أعتقدش أن ده يعني مشكلة، دي حاجة طبيعية عندنا كلنا. متلازمة الميزوفونيا هي زي ما تقول التفسير العاطفي المختلف أو اللي فيه مشكلة لمجموعة من الأصوات. الأصوات اللي يعني بتبقى موجودة بشكل زي ما تقول متكرر في الناس اللي عندها ميزوفونيا أو بتسبب مشاكل، أصوات بتبقى غالبا ليها علاقة بالجسد، زي البلع، زي المضغ، زي أصوات التنفس. أسبابها الحقيقة إحنا مش عارفين بالضبط إيه هي الأسباب بتاعتها، ولكن هي موجودة في يعني بنسبة أعلى شوية من الطبيعي في مجموعة من الأمراض النفسية، زي مثلا أمراض الوسواس القهري، القلق والتوتر، الاكتئاب وما إلى ذلك. طيب
دكتور تامر، هل هاي المتلازمة إلها علاقة بالوراثة، خاصة أنه كثير من الاضطرابات بالعادة ترتبط بعوامل وراثية معينة؟ سؤال وجيه جدا. الحقيقة طبعا الأمراض الوراثية، الوراثة هي جزء من كل شيء فينا احنا كبشر. يعني احنا متكونين من ثلاث حاجات، من مجموعة من الجينات، من زي ما تقولي يعني جزء بيولوجي، خلايا بتتفاعل مع بعضها بكيمستري او بايوكيمستري وكهرباء، والتربية بتاعتنا. فالجينات في كل حاجة موجودة بنسبة يعني تتراوح من شيء الى شيء. في حكايه الميزوفونيا احنا ما نعرفش بالظبط قد ايه، ولكن نقدر نقول من خلال الخبره العمليه يعني انه موجود، لانه هو موجود مع حاجات تانية برضو وراثيه، زي ما كنا بنقول من شويه صغيرين انه زايد في الناس اللي عندها مثلا الوسواس القهري. والوسواس القهري ده في نسبه وراثيه طبعا. طيب هل الذكريات اي علاقه بهذا الموضوع؟ يعني مثلا ان يكون الدماغ ربط ذكرى سيئه للشخص مع صوت ما؟ الحقيقة سؤال وجيه. انت يعني هو السؤال ده ليه علاقة بالسؤال الأولاني اللي هو ايه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي للكلام. لكن احنا يعني اللي بنلاحظه انه زي التقرير بتاعك في الأول ما قال انه هو ده موجود في الناس من سن صغير جدا، وبيفضل مع الوقت ما بيروحش. فهو غالبا ملوش علاقة بذكريات او ارتباطات شرطية معينة، ولكن ده من الحاجات اللي احنا بنفكر فيها في العلاج. فاحنا من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها حاجه زي العلاج السلوكي المعرفي، هو الفك ما بين الارتباط الشرطي بالاحساس المعين اللي بيظهر عند الشخص ساعه وجود الميزوفونيا ورد الفعل. فانا مش عارف كنت جاوبت على سؤالك ولا لا، بس يعني هو بيكون جزء من الحل ولكن ليس بالضروره سبب الاصابه. بالظبط كده. طيب دكتور، بتختلف الأصوات من شخص لآخر، ولا هو أي صوت منتظم أو يتكرر بانتظام؟ شوفي، هو اللي بيختلف من شخص لآخر هي درجة التأثر بالأصوات. طبعا في أصوات معينة، في ناس مثلا بيبقى عندها زي ما تقولي نوع من أنواع الحساسية اللي يمكن مبالغ فيها شوية للدوشة عموما، وده أعتقد محتاجين نفرقه ما بينه وما بين الميزوفونيا. الميزوفونيا بتبقى أكتر على حسب يعني المتاح في العلم في الوقت الحالي، والأبحاث اللي أنا في رأيي أنها حاليا محتاجة تطور ومحتاجين نبص فيها، أنه الأصوات دي بتكون غالبا لها علاقة بالأصوات الجسدية. بقية الأصوات في حساسية مبالغ فيها للأصوات. اللي بيختلف من شخص لشخص هو درجة يعني درجة التأثر. ففي صوت نقول مثلا معرفش 60 ديسيبل يأثر على شخص ورد الفعل بتاعه يكون 6/10، ونفس الصوت اللي هو 60 ديسيبل يأثر على شخص تاني المريض الآخر مثلا 8/10. فدي درجات الاختلاف، وبالتالي رد الفعل بقى بيختلف. فاحنا من ضمن الحاجات اللي بتحصل مثلا الغضب، هتلاقي ان الشخص المتاثر اكثر الغضب عنده اكثر. طيب هل هناك اشخاص او فئات ربما اكثر عرضه للاصابه بهذا الاضطراب؟ يعني هل النساء مثلا اكثر عرضه للاصابه بهذه المتلازمه مثلا من الرجال؟ الحقيقه ما فيش فرق بين الرجال والنساء على حسب ما احنا نعرف من المعلومات المتاحه لدينا في الوقت الحالي من الابحاث، زي ما قلت انها يعني الحقيقه احنا محتاجين يعني نبص في حكايه الميزوفونيا دي بشكل اكتر شويه، ولكن عارفين ان النسب زايده مع مجموعه من الامراض النفسيه زي الوسواس القهري، زي القلق والتوتر. يعني مثلا في الاكتئاب في بعض الابحاث بيقولوا انه في 8.5% من الناس اللي عندها اكتئاب عندها مرض الميزوفونيا. فهو يمكن زايد في ناس عندها امراض معينه وليس فرق يعني في الجنس او النوع.
طيب ودكتور، يعني بما أنه لا يوجد علاج لهذا الاضطراب، كيف من الممكن تخفيف أثاره؟ الحقيقة من ضمن احنا الحاجات اللي بنعملها في الوقت الحالي هي ان احنا بنتكلم في العلاج النفسي على حسب. الاول لازم يتعمل طبعا تقييم للموقف، نشوف هل هو ده مجرد ميزوفونيا لوحدها، يعني انا عندي مجموعة من الحساسية لمجموعة الاصوات اللي هي زي ما كنا بنقول التنفس او البلع او ما الى ذلك، او هل ده جزء من مرض تاني ممكن علاجه. الأمراض التانية اللي زي القلق والتوتر والاكتئاب ده ليه علاج ومعروف، والتحسن في المرض ده ممكن يؤدي إلى تحسن في الميزوفونيا. الميزوفونيا لوحدها، الحاجات اللي بنستخدمها في الوقت الحالي هو العلاج النفسي زي العلاج السلوكي المعرفي، زي مثلا أن احنا نعرض الشخص تدريجيا للشيء اللي بيضايقه في هذه الحالة الصوت المعين، ويبقى تدريجيا خالص، وبعدين نعمل تمرينات لمنع رد الفعل العاطفي اللي الشخص بيعاني منه. شكرك شكرا جزيلا في النهاية دكتور تامر متولي استشاري الأمراض النفسية، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. إلى اللقاء.